كابتن أسامة، يمكن كنا بنتكلم عن 15 نقطة، ولكن ده كمان غير الأخطاء التحكيمية اللي حصلت في المباريات اللي النادي الأهلي فاز بيها كمان. هو ده للأسف، ده للأسف زي ما بقول لك كابتن أيمن، هنقعد نقول أصل تقنية الفار ناقصة، أصل الحكام ما اتدربوش بشكل كويس، أصل ده كله. لكن النهاردة لما تيجي تبص على المباريات الأخرى بنفس الحكام اللي قاعدة على الفار ونفس الحكام اللي في الملعب، بتشوف لما بيحصل خطأ زي اللي بيحصل في مباراة الأهلي، حكم الفار بيستدعي حكم الملعب، لكن ده بنشوفه بتعمد مش موجود في مباراة الأهلي. ده موجود للأسف من أول مباراة، وزي ما بقول وهرجع وأعيد وأزيد، ده دوري موجه لنادي الزمالك. هنقولها يعني أصل بنقولها بالأرقام، بنقولها بالحالات اللي احنا بنعرضها، بنقولها ب 15 نقطة الحكام ولجنة الحكام ضيعوها من الأهلي وأهدوا للزمالك 13 نقطة. الماتشين اللي في الوحاد في الدوري السنة دي كان بين الأهلي والزمالك، اتحط فيهم يا كابتن ناصر حكام دوليين، حكم ساحة وحكم ايه فار. النادي الأهلي فاز في مباراة، حتى المباراة التانية اللي كان النادي الأهلي فايز فيها حصل فيها تعادل وضيعوا نقطتين من الأهلي. دي الماتشين الوحاد اللي كانوا في بطولة الدوري، حكم فار في ملعب دولي وحكم على الفار دولي، اللي كان فيهم يعني زي ما بيقولوا صفوة الحكام في مصر. برضو النادي الأهلي ما يدروش يخسروا فيه ماتشات، لكن بالشكل العام اللي احنا شايفينه من أول الدوري، لا دوري موجه